Diwan FM 91.2. مفهوم ماهوش مفهوم. أثارت تصريحات وزيرة المالية لميا زريبي جدل كبير الجمعة هذه الكل، وكثر الحديث على انخفاض قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأخرى. بيانات البنك المركزي التونسي أظهرت أنه أنغو وصل 2.530 دينار. الخبراء يفسروا تراجع هذايا بتفاقم العجز التجاري وانخفاض التحويلات من الخارج. هذا علاش من بين الحلول اللي طرحت لمجابهة المشكل الاقتصادي هذا مسألة تعويم العملة التونسية، ولو أنه المصطلح هذا يخوف الشارع التونسي على خاطر تربط بالتجربة المصرية واللي خلفوا تعويم الجنيه المصري. مفهومنا مش مفهوم لليوم، تعويم الدينار التونسي. المعروف أنه البنك المركزي يتدخل في سوق الصرف بين البنوك، وهو المسؤول رقم واحد على ضخ السيولة النقدية بالعملة الأجنبية باش يضمن الحفاظ على توازن السوق، ويقوم زيادة بامتصاص الكميات الزايدة من العملات في سوق الصرف وضخ كميات أخرى في صورة احتياج السوق. نجيو توا لمسألة التعويم. التعويم هو امتناع البنك المركزي على التدخل في سوق الصرف وترك قاعدة العرض والطلب بين المتعاملين هي اللي تحكم السوق من غير تدخل. هكذا تكون قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأخرى تعكس حقيقة وضع الاقتصاد في تونس. المستشار الدولي بقاعة التداول نادر حدد أكد في تصريح ليه أنه الإجراء هذا باش يتسبب في ارتفاع نسبة التضخم نتيجة الإقبال المتزايد على الاستهلاك، وأكد زيادة أنه تعويم الدينار هو مطلب صندوق النقد الدولي ولا مفر لتونس من تطبيقه للحصول على بقية القرض. هذا كان مفهومنا المش مفهوم لليوم، وإن شاء الله المش مفهوم يوالي مفهوم. مفهوم ماهوش مفهوم.